السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الناشف والرقاق الطري بنفس العجينة، هي من غير أي إضافات، وكمان من غير أي مكونات، يعني هو المية والدقيق وخلاص على كده، طبعا بخلاف الملح، لأن أي حاجة لازم هتحط لها ملح حتى لو كانت حلويات. ده اللي قدامكم الرقاق الطري، تقدري هتعملي بيه صينية رقاق باللحمة المفرومة، هتعملي بيه حتى رول باللحمة المفرومة اللي نفسك فيه، هتستخدميه بديل للعيش بتاع الشاورما، هينفع ويمشي ومش هيقول لأ. وده الرقاق الناشف زي ما قلنا هنعمله بنفس العجينة، بس هنشوف ده ليه طريقة سوا وده ليه طريقة سوا تانية. ادي زي ما انتوا شايفين، ادي المية معايا بدون اي اضافات، ولا سمنة ولا زبدة ولا لبن ولا رايب ولا اي حاجة خالص. بصراحة احنا طول عمرنا الرقاق بنعمله كده، انا شفت امي بتعمله كده ربنا يديها الصحة ومازالت، وبنعمله كده خلاص يعني، ما ولو اني احنا الحاجات اللبن والكلام ده عندنا في البيت يعني، مش قصة. هندوب الملح كويس في المية بس، وهنزل بالدقيق وهعجن قدامكم علشان تشوفوا هو مية ودقيق بس. يمكن احنا الرقاق بتاعنا الناشف ده بناكله بطريقة محدش يعرفها، انا حاسه ان انا محدش يعرفها. ان شاء الله باذن الله هبقى اعملها معاكم في فيديو، لانه هو بصراحه يستحق التجربه بصراحه يعني، طعمه اعمليه وجربيه، هتقولي ان انا يعني حاجه جميله يعني، طعم حلو يعني، مش حاجه وحشه، وفي نفس الوقت طريقه سهله جدا، وتعتبر وجبه يعني، هي تعتبر غدوه كمان. ان شاء الله في فيديو هنبقى نعمله مع بعض. انا دلوقتي بضيف الدقيق وهفضل اعجن لحد ما احصل على عجينه اللي هي اشبه بعجينه الفطير. حلوه كده طريه في ايدك. هنشوف مع بعض العجينه شكلها ايه. خلاص كده كل حاجه قدامك، دلوقتي بقى هنشوف مع بعض سمك العجينة بتاعتنا شكلها ايه. لو عايزة تتخطي المرحلة دي كلها تخطيها وتدخلي على طول على مرحلة الفرد، على طول فرد الرقاق. ادي العجينة بتاعتي عايزة شكلها يكون كده مع بعض تاني اهو، شوفيها. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب حاجة هقطع عليها الرقاق بتاعي. الرقاق الناشف ده انا عاملاه كبير في الحجم وبعدين بتنيه كده بشيله بالطريقة دي، انما هو الرقاق الطري بيكون حجمه اصغر، لان انا بسيبه زي ما هو كده مفرود، بشيله كده او يعني بتنيه تانية واحدة بس يعني، لان هو بيكون طري فبيتشكل حسب ما انتي بتشكليه، انما الكبيرة دي الناشفة فانا لازم اتنيها كذا تانية، لانها لو ما تنتهاش وشلتها هتتكسر. ادي كده انا خلصت، هبدأ دلوقتي اجيب الحاجة اللي هفرد عليها وهنفرد مع بعض الرقاق وهنشوف بيتعمل ازاي. بس انا بفرد بالدقيق، لا بحط زيت ولا بحط اي حاجة، هو دقيق وبس. ببدأ أفرد وبعدين بكون فتح الفرن اللي أنا هسوي فيها. أنا بسوي الرواق في الفرن، لو أنا هسويه على طاسة أو على صينية على البوتاجاز بخلي الحجم بتاعه أصغر شوية. ببدأ كل ما أحس إن يعني الرقاق بتاعي ان هو هيلزق في بعضه كده برشله دقيق وابدأ افرد. خلاص كده السمك بتاعه حل. لو في حبة دقيق انا ببقى معايا حاجة نظيفة، فوطة او اي قماشة نظيفة بمسح بيها الرقاق بتاعتي بعدين. اهو بالطريقة دي بحطه في الفرن.
اثناء ما بقفل عليه برجع اعمل في الرؤية التانية بتاعتي، بس عيني بتبقى عليه وببقى متابعاه. وادي شكل الرقاق بتاعنا، ده الرقاق الناشف. لسه شوية، لو كانت طرية بقى خلاص بخرجها على طول، فهي بحسها كده زي الطرية معايا حلوة قوي كده واستوت بخرجها، لكن الناشف بس بسيبه حبة بحيث انه انا اخرجه من الفرن على طول ناشف. هو ده الفرق بقى بين الرقاق الطري والرقاق الناشف عندنا، وبنفس العجينة وبنفس المكونات من غير اي فرق خالص. زي ما قلت لكم انا بمسكها كده واروح تانياها واتنيها مرة تانية، اكون جايبة حاجة عندي احفظها فيها. هبدأ بقى كل العجين اللي عندي هعمله بنفس الطريقة. ما عدا بقى الرقاق الطري ده بتكون بفرده على الأصغر، بتكون القطعية بتاعته صغيرة في الأول، والتسوية بتاعته بتكون على نار هادية أهدى من دي، وبطلعه طري. ده الرقاق الناشف بفرده كده اهو زي ما انتوا شايفين، وبشيله وانا جايبة حلة يحطه فيها كده واغطيها بعدين. وهنفرد بقى عجيننا ونعمله كله بنفس الطريقة. يا رب كده تلاقوها سهلة وتقدري تعملي بيها الرقاق في اي وقت. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش فرن تسوي فيها، سوي الرقاق على البوتاجاز عندك وبنفس الطريقة وبنفس العجينة ونفس المكونات، من غير زيت ولا من غير اي حاجة خالص. كل ما عليكي ان الرقاق الناشف بس بتسويه اكتر من الرقاق الطري. يا دوب الرقاق الطري عندك يا دوب كده انت هتعرفيه، هتلاقي حاجة طرية كده قوي خالص، مجرد ما تحطيه نزليه على طول. انما الرقاق الناشف ده تسيبيه ينشف في الفرن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.